حنفي. كيداهم؟ الحمد لله على السلامة حبيبي. أنت كنت فين؟ وغشتني عليك. أنا هكون فين يعني؟ الله، أمال ما بتردش على المحمول ليه؟ أصل الشبكة المكان اللي أنا فيه ما كانش فيه شبكة. الله، وأنت كنت رايح تصطاد يا حنفي؟ مساء الخير يا معلمة. سنور. الله الله الله، أنت هليت؟ أنت كنت مع المعلم أنت كمان؟ آه، كنا في المخزن. أيوه، كنا في المخزن الجديد. أوه، يا ريتنا ما اشتريناه. ليه بس؟ إيه اللي حصل؟ اللي حصل الله، إيه ما تقول؟ البضاعة. مالها البضاعة؟ كانت هتغرق وتروح في شربة مية. يا لهوي يا مصيبتي خرابي، وإيه اللي حصل؟ عملتوا إيه؟ مفيش، أصل المية ضربت والسباكة ضربت وكل حاجة ضربت، قعدنا بقى نشف البضاعة وننشف في المية. الله، طب وانت عرفت ازاي الموضوع ده؟ ها؟ الغفير. وانا يعني مش عارف اقول الغفير جرايش احنا. الغفير كلمنا حبيبتي، ورحت جاري انا والولاد شحتة، جبنا 2 سباكين قعدوا يصلحوا في المواسير واحنا نشيل في المي. الله، طب كنت قول لي حنفي، كنت جبت الجدل والمبسح وجيت سيقت معاك المخزن كله. وانت في ايه ولا في ايه بس يا كيداهم؟ اخس عليك يا حنفي، طب كنت طمني حتى بتليفون بدل ما تسيبني قلقانه كده. قلقانه ايه؟ انت من امتى بتقلقي عليا؟ وبعدين هو انا عيل صغير. اخس عليك يا حنفي، دي كلمه تقولها برضو. الله، مالك واقف لنا زي الضمير كده؟ ما تتكل على الله وتسحب من هنا كده برضو. حنفي ده انت حبيبي وابو بناتي والراجل اللي بحبه، ايه رايك ان انت اكلمك كار؟ ده انا حبيبتي، انا اللي بلبس لك المقطع والمحزق والممزه، تقول عليا كده؟ يخص عليك. على كل، انا هطلع فوق هلبستك الحتة المقطعة اللي انت بتحبها، وهعمل لك صينية البطاطس وارشلك عليها بوسة الطيب اللي انت بتحب، بس متأخرش علي. ماشي حبيبي. صلها على فوق، تعمل لي صينية البطاطس اللي بحبها وعليها جوزة الطيب. توحشنا معلم.